كتاباتي كذا راحت قراءاتي كنسمات تشرين كعروبة كلت كأحلام ملت كطفل باك أمام الدار مسكين هنا نولد موتى نعيش قتلى بحروب دمشق وغارات فلسطين يجتث الأمل منا بوقع طعون السكاكين ويعذب الإسلام فينا بالشعر والدواوين هنا الحمقى هنا الحياة صفقى هنا بلاد العرب في القرن الحادي والعشرين هنا الشعر حرام هنا الفن حرام أنا الحلال أنا السلطان هنا فلسفة النور والظلام هنا أيديولوجية التغيير هنا التغيير كفر مريب هنا الإرهاب والترهيب ويقول الطفل كفانا لم أجد لأحلامي زمانا ولا مكانا لم ألقى لورود سوى القضبانا فأي مستقبل مريب قلت يا ولدي ما بال زهر القرى يذبل ما بال الغيث ينبت الحصى بدل السنبل قال وكيف للطفل أن يدري كيف له أن يعلم أبي منذ أيام كان بأعيننا بطل إلى أن عاد محملا بذاكرة وطن وكبرت يا عمي وكبرت وعلمت أن من قتل أبي لم يكن من بني صهيون ولا قاتلا مستأجرا في يده 100 دولار أو مليون من قتل أبي يا عمي يحب الله والرسول قاتله مسلم مثلنا يصلي الفجر في المسجد أبي أيضا يتعبد فلماذا هو استشهد؟